تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه ومن خلقه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وبارك إبار الله. يقول الله ربنا جل وعلا في سورة البقرة: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى بدقامي ودي فيسبوك بروغرام تكثاتو تشي يفيسبوك كابالاتو تشي انديو مسلم مابرسوك بعد تكالي عيد مبارك انكوان لتالاقو عيد الله سبحانه وتعالى بسلام ادرسا تشلالو. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله سبحانه وتعالى. أدعو الله تعالى أن يتقبل منا كل صالح أعمالنا وقراءتنا وسجودنا وركعنا ودعانا وكل صالح أعمالنا برحمته وبمغفرته يا عزيز يا غفار. السلام عليكم بدقامي أخوة الكرام، إن شاء الله سبحانه وتعالى عيد بتملكته تكتنا طبوش الله كفلاتشو فلقين إن شاء الله سبحانه وتعالى. أملكتنا الله سبحانه وتعالى رمضان نصور سلاسة كان عند النصوم سورة البقرة مرافلت قطر متو سمانية سوستلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بلون نبر رمضان كما قبعتوا ففيت رمضان لمن دلنا يمن نصومه يميل برنامج أقرب الله شو نبر متاستوى سكوننا إذا برنامج لي لعلكم تتقون ميلون صفحة الرجابر شو نبر يا رمضان وانا يا رمضان صوم وانا علمه وانا وتلقوا تقوان أتين تدر قلتشون تقوان تكسم الله تبلو تصفيت على باتشو على بلون نبر الله نقولي بزيبت الله قوار برمضان الله سبحانه وتعالى بسلام بفكر تبقوا بسلام قويتون صومن وال الله تقوان سنك وبلبوناتشو كوتو يا الله مرتبارو شا الله الله جنن ميادر جنل اللهي سبحان الله يا رمضان صوم وانا علمو تلقوا تقوانو لعلكم تتقمنون يا رمضان دقمو ورو وانا علما من دنو يصوموا علما تقوانو يا رمضان دم ورو على ما من نبر وياك نبر سورة البقرة مقرف لك قطر متو السماني أم مستلي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بلو نبر الله يه شهر رمضان يا رمضان ورتبولي تتروا قرآن يورد بثورنو إلى الله قرآن يورد بثورنو يه قرآن بلو ما لدمو هدى للناس نو يسو لجو چون خلو كجيتا چوغار يميه ستساسرات چو ميگر ميوانا هدى نو إلى ميگر ميوانا تمراوي هنا منجدنا إلى القرآن تمراوي هنا منجدنا وده الله سبحانه وتعالى من نجواز بات هدى للناس نو لسه ولجوا تقولوا من مراه هنا ينوي متقوا لنا الله ملكم يا رمضان صوموا وأن على ما تقواك هنا يا رمضان وردم وأن على ما قرآن يورد بات ورسله هنا أن أنت مسلمك كقرآن جاي الله تجنين النت أن دعديس مونسلا لبات أستوىك أشواهلوين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس سبحان الله الله سنة القرآن مورد سيارة لمسألة سورة القدر ما أعرف زتنا سبات قطر عند الله من دين ملون إنا أنزلناه القرآن لا سورة القدر ما أعرف زتنا سبات قطر عند الله إنا أنزلناه في ليلة القدر يا الله إنا أنزلناه هو يتوالو منه إنيا أوردنا ولا لا أني أورد أنو على لو ما ننو هو بلو بتولات اسم وين ببرونا ونجلس أو قرآن إنه إن أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر بمتبالو ليلة اثنين قرآن إني أورد إنه يجي ليلة القدر بمتبالو برمضان وستين متجين عندي ليلة ناتة سلزج ليلة رموت سج أماري ما رارا كفل لقاشو سورة الدخان ما رافع ربارات كقطر عند جمرو تملكت حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إلى الله سبحان الله هذه الليلة يهن الليلة سيقل سوى الله من أله ليلة مباركة يتواركة شونش لالي ثنات لمن قرآن يورد بس لالي تسلهونا سلجي قرآن يا رمضان وانا علمو بربزو ورو
ከቁርአን ጋር እንደ አዲስ ሊያስተዋውቀን ነው ኢንሻአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ተስፋ አደርጋለሁ በዚህ ረመዳን ከቁርአን ጋር እንደ አዲስ እንደተተዋወቃችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቢላል ቲዩብም ሆነ እንዲሁም የኔ ፌስቡክ ኡስታዝ ኻሊድ ክብሮም ፌስቡክ ሚል ኦፊሻሊ በአንደኝነት በረመዳን ቁርአንን ስናቀርብላችሁ የሙሳ አለይሂ ሰላምን ሱራቱ ጣሃን መሰረት አድርገን ስናብራራ እናንተን ከቁርአን ጋር እንደ አዲስ ለማስተዋወቅ ነው ያ በአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ፈቃድ ተሳክቶልናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን አላህ ላይ አላህ መልካም ስራችንን ይቀበለን እንላለን ስለዚህ የረመዳን ዋና ዓላማው ምንድነው ቁርአን ጋር እንደ አዲስ መተዋወቅ ነው ሶስተኛው እና የሚገርመኝ ምንድነው የዒድ ዓላማው የዒድ ዓላማው ምን ይላል አላህ ለዓለኩም ተሽኩሩን ነው ይላል አላህ ሱብሃንአላህ ወሊቱከብሩላህ አላ ማ ሀዳኩም ይሄንን አያ መታገኙት ሱራቱል በቀራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 185 ነው አሁን በደንብ ከልባችሁ አድምጡኝ በደንብ አድምጡኝ ለምንድነው እኛ ዒድን የምናከብረው ዒድን የምናከብርበት ምክንያት ይህ ነው ሱራቱል በቀራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 185 ላይ አላህ ምን ይላል ወሊቱከብሩላህ አላ ማ ሀዳኩም ወለዓለኩም ተሽኩሩን ሱብሃንአላህ አያ ዓዚማ والله አያ ዓዚማ በጣም የምትገርም አያ ናት 30 ቀን ሙሉ አላህን በመገዛት ጾም በመጾም ለአላህ ራሳችንን አሳልፈን በመስጠት አላሁ ዐዘ ወጀል የጀነቱን በሮች ከፍቶ የጀሃነም በሮች ዘግቶ ሸያጢኖች ጉልበታቸው አጥተው ታስረው እኛ በነጻነት አላህን በመገዛት ነፍሳችንን ስናስደስት የነበርንበት ወር ነው ይሄ ወር ካለቀ በኋላ ወሊቱ ከብሩላህ አላ ማ ሀዳኩም ወለዓለኩም ተሽኩሩን ኢላ አላህ እስቲ ስለዚህ አያ ጠቀት ነጥቦችን ልበላችሁ ወሊቱከብሩ አላህ አላ ማ ሀዳኩም አላህ በመራችሁ ነገር ላይ አላህን ተክቢር እንድታረጉት ነው ይላል አራት ነጥቦችን ላስቀኛችሁ ብዙ ነገር ማለት ነው አያ ግን አራት ነገሮችን እንገራችሁ አንደኛው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳስተማሯችሁ ዒድ ላይ የምታረጉት ተክቢራ አለ ምንድነው መግቢያ ላይ ያርኩት ተክቢራ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላ ኢላሀ ኢላላህ الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ይሄንን ዱዓ የምታደርጉት ይሄንን ተክቢራ የምታደርጉት አላህ ነው የመራችሁ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በኩል ወሊቱከብሩ الله على ما هداكم ولعلكم تشكروا سبحان الله አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ወሊቱከብሩ الله على ما هداكم الله لمراچو ነገር አላህን ተክቢር ልታረጉት ነው አለ ምንድነው ያ የተመራ ነው نعمة عظيمة اخواني نعمة عظيمة نعمة الاسلام ان الدين عند الله الاسلام سبحان الله يوسف عليه السلام سورة يوسف ማራፍ 12 ቁጥር 101 ላይ ሙስሊም አድርገህ ግደለኝ ይላል سبحان الله الاسلام الله يؤتيه من يشاء الله لفلقه سو يمشط ነው ذلك هو الفضل العظيم ይሄ ደሞ ፈضل ይሄ ጸጋ በጣም عظيم ነው سبحان الله እዚህ ምድር ላይ ከስንኖር ከስጦታዎች ሁሉ ስጦታ ድንቅ ስጦታ ይላል እስላም ነው በእስላም الله عز وجل ሙስሊም አድርጎ አኑሮ ለሱ እስላም አድርገ አላህን መገናኘት يوم لقاء الله كالله ጋር ስትገናኝ انت المسلم يعني استسلمت لله سبحانه وتعالى في هذه الارض بزي مدر ليس تنور لا الله نبر يتعززكم لبهم اكلهم لا الله تعزاجوش نبروا سبحان الله نعمه عظيمه نسلمنا وندموتشي ولتكبروا الله على ما هداكم الله سله سوره كهف سله وطاتوچو سينغرن ود اسلمنا سيمراچو انديت نيالن نحن نقص عليك نبعهم بالحق انهم فتيه امنوا بربهم وزيدناهم هدى سبحان الله سوره الكهف مراف 18 قطر 13 ላይ ስለነዛ ወጣቶች نحن نقص عليك نبعهم ታሪኮቻቸውን እኛ ነውኮ ምን ነገር ይላል الله بالحق بالحق ولا ترجمه አንደኛ በእውነት ማለት ነው በእውነት ነው ምን ነገር ሌላ ሰው ስለነዚህ ዋሻ ሰዎች ሲያወራ የተሳሳተ ነገር ሊነግር ይችላል እኛ ጋር ምንም የተሳሳተ የሚባል ነገር የለም ጌታ ይሳሳተም አይረሳም እውነቱን ነው የሚነግር ሁለተኛ بالحق ማለት ዓላማ አለኝ ስለነዚህ ወጣቶች ወደ እስልምና መመራት ሳወራ ዛሬም ያሉ ወጣቶች ወደ እስልምና ሊመሩ በጣም ቅርብ ናቸው ወደ አላህ ከተጠጉ ስለዚህ በሐቅ ነው ምነግራለ يقول الله عز وجل خلق السماوات والارض وما بينهما بالحق الله سماياتنا مدر بمكاكلاچو ያለውንም በእውነት ፈጥሯል አለ በእውነት ማለት አንደኛው ምን ማለት ነው بالحق ማለት በአላማ ነው የፈጠራቸው
على الله يا لعلماء للمين أصناف عالم يزكاجو سلزي نحن نقص عليك نبعهم بالحق تاريكاتهم بأونة ننقرها لن لعلماء ننقرها لن لم يدمتوا سوج إنهم فتية آمنوا بربهم نزه جاك لاو قنا وطاتو جنبرو آمنوا بربهم بقيتاتشو يمنوا على الله سبحان الله يعني يعجبني هذه الكلام آمنوا بربهم لم يقل آمنوا بالله أو آمنوا بالرحمن أو آمنوا بالعزيز الجبار لكن كما قال الله عز وجل في هذه الآية آمنوا بربهم بقيت أتشاملوا عليه بالله نيامنوت بالرحمن نيامنوت عزيز الجبار بونو نيامنوت على لم لمن النزي سووش بكتماتشو نبي اللم بكتماتشو عليم اللم سلسل مني استمراتشو اللم أصناف عالمون استولوا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض اندمي لو الله سمياتنا مدرنا استمتنو وفي أنفسكم ما فلا تبصرون راساتشون زر بلاتشو عطايتون براساتشو استمر لنا الله راساتشون ايتو أصناف عالمون تملكتو عند جيتان الله منو سلزم آمنوا بربهم على الله بجيتاتشو آمنوا هي بجيتاتشو سيامنوا وزيدناهم هدى لمن إسلام لا يمتو الله نعمة عظيمة نو الله ينزين سوش إسلمنا مستطع تسكي يوم القيامة ياندنكرو يانسونو سلمنا كالله النقر على اللم ولتكبروا الله على ما حداكم ولعلكم تشكرون هو سماعكم المسلمين كونوا الله أنه أنت مسلم وشبلو يسيماتون دالو سورة الحج مرافع لك وتر سبا سمنت له عندهم دقمو ولتكبروا الله على ما حداكم مالت رمضان سلاسة ونوك أنتو ماتو بقوة يعني أكل سيداكم نفس ستبارتا عندمن بلاچو الحمد لله نفساچون تاغلاچو نفسياچون اسدساتاچو الله انت گستاچوال رمضانن بسلام بقوه اندتاتناققو تادرجياچوالو وليتكبروا الله على ما حداكم زاري لا عيد ادرساچوال وليتكبروا الله على ما حداكم زور بلا تملكت 30 قن است بزا 30 قن است بزو يموتو سوقچ عالو رمضانن يالچرسوالو انت گن نعماون اگينتال وليتكبروا الله على ما حداكم يمچرشا قران رمضان يا قران ورنو بلنا سبحان الله بزي رمضان اسك قران قاعد ديسي وته يجمرو بزو سووتش قالو انانت ولي تكبروا الله على ما حداكم الله لمراتو نغير تكبير تارغونو الله ان زوتر تكبير يميادرغو بهيوتاچو است باندبتاچو بتش ادلم تكبيركو الله اكبر الله كولو نغير تالاق بل تالاق نو كولو نغير لاي بلاي تالاق نو باندبت بتش اسم بهيوتاچو است كسميته يبلطه كدنياي يبلطه كشحوه يبلطه الله اكبر الله تعالى كنو يمتش الرشانة طب ولا عيلكم تشكرون إلى نجدي عيد الله أن تمسكونه ثنا تشكر ولا عيلكم تشكرون يعني الله ما مسجن ينبيعتو كل سنانه يقول الله سبحانه وتعالى عن القصة لإبراهيم عليه السلام سل إبراهيم عليه السلام الله صورة النحل مرافع راس البسكوتر متوع عليه النجر شاكرا لعن أمه اجتبعه وهداه إلى صراط مستقيم سبحان الله شاكرا لعن أمه الله لسته وصقع أمسكي نبر إبراهيم إلا زاري بزوج شاكرا لكاكاشوشنا سبحان الله قم إبراهيم عليه السلام شاكرا لعن أمه الله لسته وصقع أمسكي نبر الله نوهن سيقل صورة إسراء مرافة صلى الله عليه وسلم وصلاة إنه كان عبدا شكورا إلا زتين متو عمسامتكو زبوكو عزاسي عربوتنوكو إني دعوت قومي ليلة ونحارة لزبوكين لليتناك أني تأرواتشو على أننا لليت على العالم لمن ندون تاكل يمچرشا مدكمو لي ياسايو لمغلط عندانيكو عندان سوتو ليتنا كان سارچيو نو كغنزلي ناغنيوت الى سمتا لال قننا ركت ارل ميلو ليتنا كان يا مالت ليت ليلتي يسرال بلا اتطبقو تغبطنال اتطبقو سلازي منال اني دعوت قومي ليلا ونهارا سبحان الله لكن كيف يعني وصف الله تعالى يعني نوح عليه السلام ليت ندغلصو تمالك انه كان عبدا شكورا سبحان الله الله عبد شكور ولا كنا يدرج هذا يعني سبحان الله نعمة عظيمة تلك هنا سطوتان عبد شكور أمون لقمان عليه السلام الله سورة لقمان مرافع سلاسان كتر سورة له ولقد أعطينا لقمان الحكمة أن يشكر لله للقمان طفى بنستان على كذا أن يشكر لله الله أنا مسكن تبالا سورة الدعوة من سورة النمل مرافع السماء كتر أسرى مسلم تمركتن سليمان عليه السلام إن داود عليه السلام عندي لعله الله عز وجل ولقد أعطينا داود وسليمان علما للجنة لابات داود لسليمان أوقات ستناك وقال هلتم من ديالو الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الحمد لله الله مسقانا يتقبون كبركات مرتباروش ونيان سلام اللتننا نيان سلام الرتنا سبحان الله شفت سليمان عليه السلام
وعباد وداود عليه السلام ولقمان ونوح إبراهيم، يعني كل الأنبياء كانوا شاكرا لله سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما حداكم ولعلكم تشكرون. الله عز وجل تشكر شكور إن تاكرهون يبلا. سلزي بزي عيد برنامج بزي عيد قناه الله الله يبلط إلنا مسكنه يقبل بركة طلوا للن أولى توج يا قرآن يا مجمرة مرتو أول الدرس القرآن. لو أي أحد بده يتعلم من القرآن أي أحد في العالم ما نمسو زي بزي عالم له كقرآن تمرتفع لقاله بلو سيمتا يا مجمرة من مرة تمرت من دنو. الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة الحمد لله. لمن أنت الله ما مسكن كشالك بيوت وستقافج ونهي وتنور الله ملكم سيقت ما الله أنت مسكن الله كفو سيمت عب السبرة تدرق الله زو ترى الله كم ما مسكنه عبدا شكورا كم يونو باروش الله الله كن ما درق يا رمضان باروش سيهون يا الله ود باروش عبدا شكورا الله كن الله يدرق ولتكبروا الله على ما حداكم ولعلكم تشكرون بلالنا الله زو ترى تكبير ما درقو اللهن كمنم بلا يمياس قدمو انيوم دغمو شكر كميا درغو باروچ الله ሁላችንን የሚያደርገን በዚ የዒድ ቀን እንግዲህ سبحان الله ወንድሞቻችንን በመዘየር እህቶቻችንን በመዘየር ዘመድ በመጠየቅ የድሆችን በመመገብ የቲሞችን በመዘየር سبحان الله በበህበራሳችን በጎረቤታችን በዙሪያችን ያሉ ዘመዶቻችንም ጨምሮ ልንጠይቃቸው ልንጎበኛቸው እኛ ቢዳችንን በደስታ سنናሳልፍ የሌሎችም ደግሞ ደስታ የኛ ደስታ ሊሆን ይገባልና በዙሪያችን ያለውን ሁኔታ ልናጠን ይገባል ልንከታተል ይገባል ሙስሊም ስለራሱ ህይወት ብቻ ሳይሆን የሚጨነቀው በዙሪያው ስላሉት መጨነቅ ይገባዋልና ኢዳቹ ከዘመዶቻችሁ ጋር ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ከጎረቤቶቻችሁ ጋር ከሙስሊም ማህበረሰቡ ጋር ያማረና የደመቀ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። በድጋሚ በራሴ የፌስቡክ ፔጅ ስም የሚሆን በቢላል ቲዩብ ስም እንኳን ለታላቁ ለዒድ አደረሳችሁ ላለሁ ዒድ ሙባረክ تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال بارك الله لي ولكم في القران الحكيم ونفعني واياكم بايات والذكر الحكيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يود مشايخوچاچن درس فيديو يدعوتوچاچن يمحاضره فيديو እንዲሁም ከቲቪ አፍሪካ የተቀዱ ቪዲዮዎችን ወይም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች ለዩቲዩብ እንደወረደ እንዲደርሱ ይፈልጋሉ? እንግዲያው ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመጫን ተከታታዮችን ሆኑ የምንለቀው ቪዲዮ ዳው እንዲደርሱ አጠገብ ያለውን ሄዶ ምልክት ሁለቱን ውስጥ መጣ ድረስ ይንቁት። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።